بعض الكفار يقول نريد أن المسلمين يسكنوا بجانبنا. لماذا؟ قال لأن المسلم إذا سكن في منطقة تذهب الأشباح يعني الشياطين يعني الجن لماذا إذا سكن المسلم في مكان يقولهم تذهب الشياطين ويأتي السكينة تأتي الملائكة عليهم السلام لأن المسلم يذكر الله يقرأ القرآن الشياطين تذهب وتأتي الملائكة المكان الذي يكون فيه المسلم تحل فيه البركة بإذن الله حتى الجيران يستفيدوا من المسلم يقول لأحد الكفار من يسكن في أوروبا يقول لو سكن بجانبنا مسلم ماذا يصنع معنا يقول المسلم عنده عائلة يعني لا يمكن أن يأتي النساء السيئات إلى هذا المكان لا يمكن يأتي نساء غير جيدات إلى هذا البيت إلى هذا المكان نعم Et de sa famille qui m'a dit de servir l'islam, il n'est pas possible qu'il y ait une madame qui est indécent, il vient entrer dans sa case. Un musulman ne boit pas d'alcool. Un musulman ne boit pas d'alcool. Et le plus grand dommage que vous avez, quand vous êtes dans le samedi et le dimanche, surtout à la fin de la nuit, soit أو يدخل إلى بيت الجيران أو يصنع مشكلة المسلم لا يشرب الخمر إذا ما يكون مشكلة في أيام في كل الأيام. المسلم يحب الإحسان إلى الجار لأنه أمر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى جاري حتى ولو كان كافرا لا يؤذي الجار فيعطيه من الطعام يا إذا مرض الكافر المسلم يزور الكافر. même s'il est non-musulim malade, ce qui est musulim besoin, il bon il visite. يدعوه للإسلام. يبلي إسلام. يعني يغتنم هذه الفرصة في دعوة الكافر. il profite ça les temps à visite qu'il fait pour expliquer lui sa ligne. النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت يهودي. بوفيت محمد يتفيزيت ان فامي زويف. ابن هذا اليهودي كان على الفراش يحتضر. في فراش الموت. يتلولي لي لامور، لامور بيفيني، يتدهني لي تاكوم سا سون غاسوس زويف بي مور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهذا الغلام يقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اي بوفيت محمد يجي افيك سا غاسون. témoigné qui n'a pas rien mais qui a adoré en vérité excepté Allah tout seul et qui s'y met Muhammad il met sa vie à Allah. فهذا الولد كان ينظر إلى أبيه يعني يريد أن ينطق بالشهادة لكن يخاف من أبيه. et sa garçon qui a vu un brise islam mais c'est même qu'il son papa juif il perd son papa. فقال الأب اليهودي لهذا الولد خاف على ابنه خاف عليه من النار. et sa papa il guette son enfant
بيمولا يبلو سانز وفافا غيال دان انفير قال اطع ابو القاسم عليه الصلاه والسلام يابيك سو غاسون اوبيي ابو القاسم ساكي بيتي اونفير فنطق هذا الولد الشهاده ليلا ساكاسون يتفيه يتفيه شهاده فقال النبي عليه الصلاه والسلام البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يجي الحمد لله يعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله سيفا به الله أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا لإنقاذ هذا اليهودي من النار. إذا المسلم يحب الخير للآخرين. المسلم لا يخدع الكافر. يعني لا يغش لا يكذب على الكفار. باتريك انا المسلم لا يقول انتم على خير لا يقول انا اخاف عليك من النار حريص عليك اريد لك الخير اريد ان تكون في هذه الحياه سعيدا في داخلك Happiness, il arrive avec vous dans sa limone que vous pouvez vivre.